مجد لله. أحد مبارك عليكم، خصوصا انه اليوم الاحد الثاني من زمن العنصرة، في عنا عيدين كبار بعيز عزيزين كثير على قلوبنا بالشرق، اللي هو عيد مار شربل. الاحد الثاني من تموز بيكون الاحتفال بعيد مار شربل، وبكره بيكون عيد مار الياس. نطلب من ربنا بشفاعة هالقديسين انه يباركنا جميعا، وخصوصا الاشخاص اللي حاملين هالاسماء، إلي او شربل وياس وإليا، وكنا نشتاق الاسماء إليان كمان، كلهم الاسامي اللي بيجوا من الياس. ربنا يبارككم بشفاعة هالقديسين، وخصوصا يعطينا انه نقدر نعيش هالحياة اللي عشوها بالقرب من الله، عطاء الذات من اجل الجميع. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. Jesus Christ our Lord, on this blessed Sunday, make us worthy to praise your resurrection with pure hearts and clear consciences. With all the children of your holy church, we glorify and thank you, your Father and your Holy Spirit, now and forever. Amen. السلام للبيعة ولبنيها. Let us raise glory, honor, and praise to the good and merciful Lord, who in his compassion came down to us and became flesh. He chose to taste death to save us, and he descended to the realm of the dead. By his resurrection, he gave us joy and gave light to the nations with the light of his salvation. To the good one be glory and honor on this blessed Sunday and all the days of our life and forever. من يستطيع أن يمدح بحر حلوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. الآن نطلب إليك أيها المسيح وإلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا الوقود الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعل الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن. أذكر الموتى المؤمنين وأرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. Oh Lord.
Lord, accept the sweet fragrance of our incense, and make us worthy to announce your resurrection with the angels, to proclaim it with your women disciples, and to rejoice in it with your pure apostles. We raise glory to you, to your Father, and to your Holy Spirit forever. Amen. في حدا من الفولونتيرز بيكون وراء لحتى نمرق شخص وراء الثاني ويضل في مترين بيناتنا نقدر نعمل اعتراف بذات الوقت نكون حافظين على الصحة مثل ما مطلوب منا. يا إخوتي، إذن فلا حكم بالهلاك بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة روح الحياة في المسيح يسوع قد حررتني من شريعة الخطيئة والموت، فإن ما عجزت عنه الشريعة وقد أضعفها الجسد أنجزه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسد الخطيئة تكفيراً للخطيئة، فقضى في الجسد على الخطيئة لكي يتم بر الشريعة فينا نحن السالكين لا بحسب الإنسان الجسدي بل بحسب الروح، لأن السالكين بحسب الإنسان الجسدي يرغبون فيما هو للجسد، والسالكين بحسب الروح يرغبون فيما هو للروح، فرغبة الجسد موت، أما رغبة الروح فحياة وسلام. لذلك فرغبة الإنسان الجسدي عداوة لله، لأنها لا تخضع لشريعة الله ولا تستطيع ذلك. وإن السالكين بحسب الإنسان الجسدي لا يستطيعون أن يرضوا الله، أما أنتم فلستم أناسا جسديين بل روحيون، إن كان حقا روح الله ساكنا فيكم. ولكن من ليس له روح المسيح ليس هو للمسيح، أما إذا كان المسيح فيكم فبرغم أن الجسد ميت بسبب الخطيئة فالروح حياة لكم بفضل البر.
وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من بين الأموات يحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. والتسبيح لله دائما. فلنصدر بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: خرج الفريسيون فتشاوروا على يسوع ليهلكوه، وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك، وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا، وحذرهم من أن يشهروه ليتم ما قيل بالنبي أشعيا: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي رضي به نفسي، سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق، لن يماحك ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن يكسر وفتيلة مدخنة لن يطفئ، إلى أن يصل بالحق إلى النصر، وباسمه تجعل الأمم رجاءها. حقا والأمان لجميعكم. بعد مرة أنه أبونا حبيب موجود على المدخل لحتى يسمع اعترافاتنا إذا حدا بيحب يصفي ضمير. إنجيل اليوم كأنه عم بيحط قدامنا البرنامج تبع كل مؤمن بده يكون رسول ليسوع بقلب العالم. بالأحاد الماضية كنا شفنا كيف الروح القدس بيحل على الكنيسة وبيجعل من المؤمنين رسل بقلب العالم. يسوع عم يبعثنا لحتى نبشر باسمه، لحتى نوصل كلمته للناس، لحتى نكون شهود للحب والرحمه اللي هو بيعطينا اياهم، يشوفوا الناس اللي حوالينا اللي بنلتقي فيهم انه نحن عم نعكس وجه الله لإله. اليوم من بعد ما كنا شفنا انه الفريسيين عم يتشاوروا بين بعضهم ويلاقوا طريقه حتى يهلكوا يسوع، يعني لحتى يحكموا عليه لا يتخلصوا منه، بيزعجهم بكلامه كلام الحق، كل مرة بيقول كلمة الله كانوا يحسوا كأنه عم يتوجه لإله، كأنه عم يحكم عليه، ساعتها بدوا يتخلصوا منه. لكن بالرغم من هاي يسوع ما بيجاوب، لكن خلي جوابنا يضلوا جواب الحق، يضلوا جواب الحب. ساعتها حب مثل ما انتصر يسوع بواسطته على الموت على الصليب، نحن قادرين كمان انه نوصل الحب هيدا والغفران للناس، لحتى الرجاء ما يترك قلوب الناس، خصوصا الناس المظلومين، لحتى ما يترك ولا مره الانسان يحس حاله انه متروك. اليوم نحن عم نتذكر مار شربل، ونحن عم نتذكر مار الياس،
اثنيناتهم كانوا مثال بالعلاقة القوية مع الله، عطيوا حياتهم لله. مرلاس يمكن الصورة اللي براسنا هو اللي حامل السيف واللي عم بيقتل هودي اللي كانوا تبع البعل، يعني الأنبياء تبع البعل، لأنه بده يخلي الإيمان بالله الوحيد هو الواصل. لكن حتى لو كان بالأول مفكر حاله النبي الوحيد اللي باقي لله، الله بيقول له ما تفكر إنه وحدك بقيت معي، في كتار تركتوا شهود لإلي. وبيتعلم ساعتها مرلياس إنه النصر بيكون بالنسيم العليل، النصر بيكون بكلمة الله، هو قوتنا مش السيف اللي بإيدنا، هو قوتنا. وطبعاً نعرف مر شربل هو اللي تنسك وعطى حياته كلها لله، وصار لو كان عايش بهالمنسكة شهرته وصلت لكل العالم، وصار بشفاعاته وبالنعم اللي بتوصل عن يده بالفعل أشهر قديس بالعالم. نطلب شفاعته حتى نحن بدورنا نكون عم نعيش علاقة حلوة مع الله، وبذات الوقت نضلنا شهود لإله بقلب العالم، اللي يشوفنا واللي بيتعامل معنا يعرف إنه نحن أبناء الله والرسل لإله بقلب العالم. آمين. نؤمن بإله واحد. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومارمارون ومارشربل ومارياس،
اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء الريعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، رعيتنا جميعهم، وخاصة من يحمل اسم الياس أو شرك. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، والسلام لكم يا إخوتي بالمسيح. Praise glory to you, your only Son, and your Holy Spirit, now and forever. Amen. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: دلعو لمعلمين.
وخان والكوس دمزه من حمر من مايو بارح قادش يا بالتلميذة وكالما سامشتا من القرفو هونو دينيتا موتي دياتي بيحداتو نحلو فيكون وحلو الساقية متشدو متيه وصوي الحوبي والحاية للعلم علمي وبهذا أوصاهم وحطهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين أن لا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعظمنا لهذا تطرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها نحن أيضاً يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها يا رب السبب يا رب المشرب يا رب لك المشرب وبك العرب وبك نقبل فاشرق اللهم علينا وارحمنا وارزقنا ما أذهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا الكربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح الإلهي ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهي فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية اقبل يا رب ابتهالنا وطوبتنا واضح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي ومار بول مروان مطراننا ومار مارون رئيسنا العام واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب ما مشهد نصلي إليك يا أبانا على نية المسؤولين المدنيين والعسكريين اعفي قلوبهم الرحمة والحكمة ليعملوا لأجل البنيان وتأمين فرص العمل لكل إنسان نسألك يا رب يا رب امنحنا يا أبانا السبب إيمان إلي وشربل فنعلمك وحدك إلها حقيقيا ولا نحيد عن إيماننا بل نكون شهودا حقيقيين لك في عالمنا نسألك يا رب امنحنا يا أبانا السماوي اعتراف إلي بك أنت القادر على كل شيء وعلمنا أن نحن وعلى الضعيف والمحتاج والمصاب بإعاقتك وعلى المريض والمشرف على الموت فنرى فيهم صورة ابنك الحبيب نسألك يا رب نسلم قداسة البابا على نية الأشخاص الذين يهتمون بإدارة العدل ويعملون بنزاهة لكي لا تكون إلا عدالة التي تجتاح العالم هي الكلمة الأخيرة نسألك يا رب Favorably remember, O Lord, our parents, brothers and sisters, teachers, and all the faithful departed here and everywhere who have gone to their rest. Forgive us and forgive them all of sins and of
offenses. بواسطة ربنا يسوع المسيح نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا وله. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. احلوا رؤوسكم امام الله الرؤوف وامام مذبحه الغافر وامام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركه من الرب. O Lord, bless your worshippers who bow before you and implore you. Make them worthy of your mercy and forgive their sins. For you are almighty and rich in compassion. We raise glory and thanks to you, to your only Son, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. نعمة الثالوث الأقدس أزلي متساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع ويسأله الرحمة والحنان. الأقداس والقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله. نذكر بعضنا في الطريقة ما نتناول فيها معلقة مرة ونرجع نذكر لأنه أوقات يكون في أشخاص لأول مرة بيجوا بعد ما أخذنا التدابير. خلينا بالأول هالجهة رح يكون في على الدرج أحد الكهنة وعلى الدرج الثاني كاهن الثاني. منبلش أول مع الجوقة إذا بتريدوا بتقربوا لعند الأبونا وبنرجعوا بتروحوا على جهة اليمين يمينكم. وقت تخلصوا جهة الجوقة منبلش بهون الصف هيدا إذا بتريدوا كمان بتقربوا لعند وبتمشوا على شمال وانت ترجعوا على مكان من الصف الأول للأخير. من جهة الجهة هيدي كمان إذا بتريدوا إذا في حدا صوب جهة بيتي ببلش من الأول ونرجع نلحقه من الأول للأخير. خليني أذكركم كمان
وقت نظهر من الكنيسة بالآخر هيدا الباب الرسمي اللي بدنا نظهر منه، ننتبه يكون في مترين بين كل عين والتاني. كمان مرة بدي اترجيكم ما نجتمع قدام الكنيسة على الدرج أو هيك، عم يجينا بعض التشكيات من الجيران، لأن بتعرفوا ممنوع إنه نعمل تجمعات قدام الكنيسة. مرسي لاهتمامكم ولمشاركتكم بكل شيء. يا محبا للبشر ارحمنا.
بعض التوصيات اختي باخر الدرس رح نصلي سوا ونطلب شفاعه مار شربل نعمل زياره شربل وناخذ البركه بالصوره ومن شان يوم الاربعاء اللي جاي علينا بيكون 22 الشهر رح نعمل قداس مار شربل الساعه 7:30 مساء بكنيستنا هون برجع بذكركم مثل ما معودين يوم الاحد اذا بتريدوا يكون معنا الماسك ونتبه نقعد بالاماكن المخصصه للقعدة لنضلنا محافظين على التباعد الاجتماعي المطلوب. إذا إلى الأربعاء اللي جاي علينا الساعة 7:30 مساء قداس مار شربل. يوم الأحد اللي جاي الساعة 10:30 الصبح بيكون في عنا قداس جناز أسبوعين للمرحوم جوزيف حنا بيقدم القداس ولاده بول وجون حنا مع عياله. الساعة 12:30 رح بيكون قداس 40 للمرحومة فريدة يوسف الياسف غالي بيقدم القداس بنتها إيزابيل مع زوجها سمير عيد وعائلته. هيك بنقدر نشارك بالقداسات خصوصا لحتى نقدم واجب العزاء لهالأشخاص ولاد عائلتنا اللي بنعزهم. هلا رح نعمل زيارة برشا. رب الأمان يُدَعَى
اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الباكر، وبشفاعة القديس شربل والنبي إيليا، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. يكون في أشخاص يساعدوكم على الظهر، مش نظهر بشكل عشوائي إذا بتريدوا بالدور. Yeah, sure.